كاسة آيس كريم شوكولاتة و300 جرام شوكولاتة حليب، كوب شوكولاتة دهن، وللتزيين قطع من البراونيز، كب كيك شوكولاتة إذا بدكم، وكريمة خفق. بس كمان سهل وخفيف لطيف. سهل كتير سريع. حلو. أوكي. حنبلش. طبعاً حنبلش بالحليب. عنا لتر حليب. تمام. بسم الله. حنضيف بوزة الآيس كريم، بوزة الآيس كريم، بوزة الشوكولاتة. تمام. أنا هون خلطة الجبنة، جبنة الشوكولاتة الدهن مع الشوكولاتة اللي كاتبينها اوريدي، شوكولاتة الحليب مدوبتها، بس ما ححط كل الكمية لأني حقسم نص الكمية للتزيين والباقي للميلك شيك نفسه. بسم الله. بالمعلومة. تمام. هلأ رح نبلش بعملية التقديم على الأصول. بسم الله. طيب ايش عم تعملي؟ عم بحط الكريمة الخفا. لازم بيوم عبد الله يسمعوا الناس، المخرج عبد الله شو تعليقاته قال شو بيحكي. لازم يسمعوا اكيد مفهوم حلاقه. تمام. لا لا هيك تمزحي. لا ما عم تمزحي. هيك تزيين كمان، وبدك تسكري هذا الأطرميز كمان في شيء ولا خلاص. شكراً على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شيء جديد.